الفنانة ليلى شعير واحدة من أجمل الفنانات اللي ظهروا على الشاشة، وحققت ليلى شعير نجاح كبير من أول فيلم شاركت فيه وهو فيلم عائلة زيزي، لكنها فجأة اختفت وهجرت من مصر لمدة 15 سنة. طيب مين هي ليلى شعير؟ وإزاي دخلت الوسط الفني؟ وإيه تفاصيل زواجها من الفنان عمرو الترجمان؟ وليه هاجروا من مصر لمدة 15 سنة؟ ومين هو زوجها التاني وأبو بنتها؟ كل ده هتعرفه معانا في الفيديو ده. اتولدت ليلى شعير يوم 18 يونيو سنة 1940، والدها مصري والدتها فرنسية، وكان والدها بيشتغل مستال وصنع تمثال للملك فاروق. أما والدتها فكانت مغنية في الأوبرا في باريس، ولكن بعد زواجها من والد ليلى انتقلت للقاهرة وعاشت مع جوزها وبنتها. درست ليلى شعير في مدرسة الليسي الفرنسية واشتركت في مسابقة ملكة الجمال وفازت باللقب سنة 1964. في مرة عرضت صديقة والدتها عليها انها تتعرف على زوجها اللي كان بيشتغل منتج، وبعدها قابلت المخرج فطين عبد الوهاب واللي اختارها لأول دور سينمائي في حياتها من خلال فيلم عائلة زيزي سنة 1963. بعد نجاح الفيلم طلبت منها صديقة والدتها صالحة أفلاطون إنها تشارك في عرض أزياء لتحسين الصحة، وبعدها توالت عليها العروض واشتغلت مع جميع بيوت الأزياء والمحلات في مصر. وكان والد ليلى شعير رافض دخولها الوسط الفني وشغلها في عروض الأزياء، لكنها أقنعته واشتغلت في المجالين. من أشهر الأفلام السينمائية اللي شاركت فيها عائلة زيزي والعريس يصل غدا والخائنة واستمان والخريف وجحيم تحت الماء والهروب وجنون الحياة وجرانيطة وأيام السادات وما تيجي نرقص. كمان شاركت في عدد من المسلسلات منها وجه القمر وطيور الشمس ورجل في زمن العولمة والعمة نور ومواطن بدرجة وزير. واتجوزت الفنانة ليلى شعير مرتين في حياتها، وكانت المرة الأولى من الفنان عمرو الترجمان، وتعرفت ليلى شعير على عمرو الترجمان في نادي الجزيرة اللي كانوا هما الاتنين مشتركين فيه. والده كان صديق لوالدها ونشأت بينهم قصة حب قوية واتخطبوا، وبعد فترة قصيرة اتجوزوا. وقالت ليلى شعير انها ما كانتش عايزة تتجوز بدري كده، لكن والدها هو اللي صمم انها وعمر الترجمان يتجوزوا على طول لانه كان شديد عليها. لكن بعد جوازهم كان عمر الترجمان مش عايز ليلى شعير تكمل في التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، وده تسبب في انها تقلل شغلها في الفن. وبعد فترة قصيرة من جوازهم اتعرضوا لموقف صعب جدا، وده بعد ما قال عمرو الترجمان نكتة على الرئيس جمال عبد الناصر خلال وجوده في نادي الجزيرة، وبسبب النكتة دي تم اعتقاله لمدة 3 أيام. وحكى الفنان أحمد رمزي الصديق المقرب لعمرو الترجمان وقتها إن عمرو بعد النكتة دي اختفى لمدة 3 أيام، وجا والده يسأل عليه وهو ما كانش يعرف عنه أي حاجة. وبعد ال3 أيام ظهر وكان في حالة صدمة جديدة بعد خروجه من المعتقل، لدرجة إنه كان متنح ما بيردش على أي حد يكلمه. وبعدها قرر عمرو إنه يهاجر مع زوجته ليلى شعير، وفعلا سافروا باريس، وهناك اشتغل عمرو في مجاله الأصلي وهو السياحة. أما ليلى فقررت تشتغل في مجال الأزياء، وقالت ليلى إنهم لما سافروا من مصر ما كانش معاهم أي فلوس خالص، وكان لازم هما الاتنين يلاقوا شغل بسرعة عشان يقدروا يعيشوا. فبدأت ليلى تدور على بيوت الأزياء في باريس وتعرض نفسها عليهم عشان يشغلوها، وبعد فترة طويلة قدرت تشتغل. لكن بعد فترة حصلت خلافات بين ليلى شعير وعمرو الترجمان انتهت بانفصالهم، واتجوزت ليلى للمرة التانية من رجل من خارج الوسط الفني اسمه رؤوف أبو إصبع، ورزقت منه ببنتها الوحيدة ياسمين. ولما بنتها كبرت اشتغلت مدرسة وبعدت عن الفن تماما، واتجوزت من خارج الوسط الفني ورزقت بولدين. وعاشت ليلى شعير في فرنسا لمدة 15 سنة لغاية ما بعت لها المخرج حسام الدين مصطفى تليغراف بيطلب منها انها تيجي مصر عشان تشارك في فيلم استمان والخريف، وفعلا رجعت وشاركت في الفيلم. وهي في الطيارة قابلت الفنان سمير صبري فعرض عليها تشارك معاه في فيلم جحيم تحت الماء، فوافقت وشاركت في الفيلمين. وبعدها جالها عروض كتير لأفلام سينمائية فاستقرت في مصر، وقالت انها كانت هتعمل الشخصية اللي عملتها الفنانة يسرى في فيلم عمارة يعقوبيان، لكنها كانت بتمر بظروف منعتها من المشاركة في الفيلم. ففي الوقت ده جوزها كان تعبان جدا وكمان والدتها، وقالت ان عادل امام زعل منها بسبب اعتذارها عن الفيلم.